الراتب الخاضع للاستقطاع هو الراتب الذي تسدد عنه الاشتراكات التقاعدية ويحسب على أساس المعاش التقاعدي. ويعرف الراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الحكومي كالتالي: الراتب الأساسي، بدل السكن، علاوة الأبناء، العلاوة الاجتماعية للمواطن وغلاء المعيشة، وعلاوة الاتحاد. أما في القطاع الخاص فيساوي الراتب الإجمالي بحد أدنى 6000 درهم وكحد أقصى 200,000 درهم. ومن الضروري أن تتعرف على قيمة راتبك الخاضع للاستقطاع، وتتوفر هذه المعلومات على تطبيق تقاعد أبوظبي. مهمتنا هي حفظ حقوقك وتأمين مستقبلك ومستقبل عائلتك.